أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الوطنية. أهداف هذا الأسبوع: عليك أن تبين مفهوم التراث الوطني. التراث عزيز الطالب هو ذلك الموروث الحضاري الذي يشمل كل ما خلفته الأجيال السابقة في مختلف المجالات المادية والمعنوية، من تراث مسموع، روايات شفوية، وحكايات وفنون غنائية، وتراث مكتوب كالوثائق والكتب والمخطوطات، فبالإضافة إلى التراث المبني كالآثار والزخارف والنقوش. يوجد أنواع أخرى كأدوات الزينة والحلي والملابس وغيرها، وهذا السجل بكامل حمولته يشكل هوية المجتمع وخصوصيته التي تميزه عن باقي المجتمعات. أنواع التراث: يقسم التراث إلى قسمين، التراث المادي والتراث المعنوي. التراث المادي هو التراث الذي عملته يد الإنسان كالمباني وما تكشفه الحفريات وتضمه المتاحف، كما يشمل باقي المدن التاريخية والعمائر الدينية والمعالم المعمارية والتحصينات العسكرية والمنحوتات والمسكوكات والأدوات الفخارية والخزفية والزجاجية والمنسوجات والأسلحة وأدوات الزينة. أما التراث المعنوي عزيز الطالب يقسم إلى قسمين، تراث فكري وتراث اجتماعي وحياتي. التراث الفكري يشمل ما عرف عن السلف من العلوم والمعارف الدينية وما قدمه السابقون من علماء وكتاب ومفكرين وسياسيين كانوا شهوداً على عصورهم، كما يشمل الفنون الأدبية والفنون الزخرفية والخطية. تراث اجتماعي وحياتي قوامه قواعد السلوك والعادات الاجتماعية والأمثال والتقاليد ومنظومة القيم الاجتماعية والموروثات الشفهية كالحكايات والزجل واللهجات والأزياء والفنون الشعبية كالغناء والموسيقى والرقص والأهازيج ونحو ذلك. التراث الشعبي عزيز الطالب يتكون الجزء الأكبر من التراث الشعبي من الحكايات الشعبية مثل الأشعار والقصائد المتغنى بها والقصص البطولية والأساطير والفنون والحرف وأنواع الرقص واللعب والأغاني والحكايات الشعبية للأطفال والأمثال والألغاز والأحاجي واللباس. أهمية التراث: لما للتراث من أهمية، يمثل في دعامة أساسية من دعامات الهوية الوطنية. أيضا يبين لنا إنجازات الشعوب ورقيها، ينمي في النفوس الاعتزاز بالأجداد ومنجزاتهم ويدفعنا للحفاظ عليها. التراث صلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تنشيط حركة السياحة. أيضا عزيز الطالب، هناك الأخطار التي تهدد التراث. ما هي الأخطار التي تهدد التراث؟ هي العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. مثل ماذا العوامل الطبيعية؟ مثل الأمطار والسيول، الرياح، العواصف والهزات الأرضية ونمو النباتات. أما العوامل البشرية فتكون مثل الحرائق، النزاعات المسلحة والحروب، أيضا أعمال الهدم والتخريب، قلة الوعي لدى المواطنين بأهمية التراث. إذا عزيزي الطالب، كيف تؤثر النزاعات والحروب على الأماكن التاريخية والحضارية؟ وما الآثار السلبي للنشاط البشري وحركة العمران العشوائية على آثار الأردن وتراثه الحضاري؟ وعليك أن تذكر بعض المعالم الأثرية التي تشتهر بها منطقتك. أريد عزيزي الطالب أن تقوم بجمع صور تمثل أشكال من التراث المادي وغير المادي من البيئة الأردنية، وتقوم بتعليقها على لوحة الحائط في الصف. أيضا استعن بأحد محركات البحث واكتب تقريرا عن مواقع تاريخية أردنية تعرضت لأخطار طبيعية وبشرية. بعد أن فهمنا عزيزي الطالب ما مفهوم التراث وأنواعه وأهميته وما هي الأخطار التي تهدد التراث، عليك أن تقوم بتحليل أهمية المحافظة على التراث، تستنتج كيف يمكن المحافظة على التراث، وما أثر العوامل البشرية التي تشكل مصدر تهديد للتراث، وكيف تساهم عملية المحافظة على التراث في تنشيط الحركة السياحية. أيضا توضح الفرق بين التراث المادي والتراث غير المادي، وعليك أن تذكر العوامل الطبيعية التي تشكل مصدر تهديد للتراث، وكيف يمكن لقلة الوعي لدى المواطنين أن تهدد التراث. وهناك بعض تصنف ما يلي من جدول يتضمن تراثا ماديا وتراثا غير ماديا، وتقوم بتصنيفها مثل طريقة الاحتفال بالأعياد والمناسبات، كهوف، بقايا مخطوطات وغيره ذلك. شاكرة لكم حسن تعاونكم واستماعكم.